بعد تدريب يا كابتن بوب وقال لي كابتن نواف باشر انت تلعب في مركز الباك اليمين تراقب ناصر السوحي. قلت له كابتن مستحيل، انت تبي تضحك الناس علي. طبعا مع كابتن بوب يعني لعبنا موسم 94 و95 لعبنا كاس الامير. في اول مباراه فزنا على نادي السالميه بنتيجه 1-0 وكان هدف جميل من كابتن حسن محمود. 96 يعني انا اخترت لتمثيل المنتخب الاولمبي، انا من نادي خيطان، انا وحمدان العجمي ويوسف الثويني. طبعا هي حق المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي طبعا تم اختيارنا كتقريبا 30 لاعب. يعني سبب الاختيار قلت لك احنا كنا يعني مميزين في فرقنا، جميع لاعبين المنتخب الاولمبي كانوا لاعبين مميزين في الانديه اللي يلعبون فيها. اتي قبل يعني الفتره الحاليه يعني اتي حق لاعبين المنتخب الاولمبي ما يلعبون مع الفريق الاول، يعني يمكن واحد اثنين، وهذه يعني من الاخطاء اللي انا اشوفها في الواقع حاليا. قلت لك في وقتها احنا كنا يعني انا وحمدان ويوسف ويني وناصر السوحي وعاد صلبوخ وبشار عبد الله ومشاري جاسم، كلنا لاعبين اولمبي مميزين واساسيين، مو بس اساسيين، مميزين في فرق الانديه الدرجه الاولى. ما يصير انت تاخذ لاعب ما شارك مع الفريق الاول تاخذ المنتخب الاولمبي. ما يصير انت عندك لاعب في الاولمبي ما تلعبه مع الفريق الاول، ما يحتك. فاحنا كنا يعني مميزين قلت لك في انديتنا، تم اختيارنا على هذا الاساس. طبعا احنا شاركنا في تصفيات اولمبياد اتلانتا، كان في اولمبياد اتلانتا قبلها تصفيات احنا نشارك فيها، كان مجموعتنا الكويت والسعوديه وسوريا، وتقام في مباريات الذهاب والاياب. طبعا بالنسبه حق الصعوبات اللي واجهتها في المنتخب، طبعا المنتخب تدري التزام كامل غير عن النادي. يعني لما اقول لك التزام كامل يعني اكثر من العسكريه، فوق العسكريه كنا. طبعا كان عندنا مدير فريق الله يذكره بالخير عبد الله فليطح، كان ضابط في الداخليه، ضابط كبير، فمسوينا احنا عسكريه بصراحه. يعني كل شيء ممنوع. تخيل الغرفه اللي بالفندق ما فيها غير السرير. لا ثلاجه، لا تلفزيون، ولا ولا شيء. ممنوعات المكسرات، البيبسي، المشروبات الغازية، الحلويات، كل شيء ممنوع. وجبة وتصعد غرفتك، وجبة وتصعد غرفتك. فكلنا يعني أكثر الوقت يعني نقضي في لعب الجنجفة. الهند كان معايا الله يذكره بالخير علي بسواهي، وايد مواقف صارت لي وياه مع علي بسواهي. يعني المهم الحمد لله تأقلمنا مع الوضع واستمرينا، لعبنا تصفيات أولمبياد أتلانتا. صار عندنا ظرف كبير صراحة، يعني في أول مباراة قلت لك احنا لعبنا تقريبا 3 شهور نلعب مباريات تجريبية داخل الكويت، بعدها التحقنا في معسكر في الاتحاد، بعدها معسكر خارجي في ألمانيا والنمسا، وكنا ماشيين على طريقة خطة 4-5-1. وكان عندنا الباك اليسار اللاعب وليد سعود، لاعب نادي الكويت. اللاعب وليد سعود قبل بداية التصفيات يعني بعد تقريبا 6 شهور سجل في دورة في الجيش، فبعد ما سجل في دورة بالجيش كان التحاقه قبل المباراة بيومين، فطلب من الاتحاد انه يسوون له واسطة يأخرون دخوله. قالوا له ممكن انت العب، وما قدر يكمل معانا، اعتذر على المنتخب. ف
فجينا قبل المباراة بيومين غيرنا خطة الفريق، المدرب طبعا غير خطة الفريق من 4-5-1 إلى 3-6-1، أعطانا خطة جديدة في يومين، وإحنا كنا لاعبين أولمبي صراحة يعني ما استوعبناها عدل، بس لعبناها وكانت النتيجة خلل كبير في مستوى الفريق من يعني التفاهم والتجانس والتأقلم مع بعض إلى يعني شوي نوعا ما كان في عدم تفاهم وتجانس بسبب الخطة الجديدة. فلعبنا 3-6-1، خسرنا في المباراة الأولى مع السعودية 1-0، سجل هدف فوز عبيد دوسري. كان عبيد دوسري في ذاك الوقت يعني نجم النجوم في المملكة العربية السعودية. طبعا انتقلنا بعدها إلى سوريا، فزنا على سوريا في سوريا 1-0، انتقلنا إلى السعودية، كنا محتاجين الفوز على السعودية في السعودية في الطائف. صارت ظروف هني في معسكر سوريا، تم استبعاد ناصر السوحي. فأنت لما تقول استبعاد ناصر السوحي كأنك تقول استبعاد ميسي على المنتخب في الوضع الحالي، لأن كان اعتماد الفريق على الله ثم على ناصر السوحي. استبعد ناصر السوحي واستبعد فهد علي معه واستبعد يعقوب لهيب، فأنت استبعدت ثلاثة من أفضل اللاعبين أنت محتاجهم مع الفريق. رحنا للسعودية ما قدرنا نفوز، تعادلنا معاهم 0-0، فكان يعني هني خلاص طلعنا برا تصفية اللي هي تصفيات. طبعا في سنة 96 جانا المدرب البرازيلي، وكان يعني غير الفريق من إلى من الطريقة الأوروبية اليوغوسلافية وإلى الطريقة البرازيلية، غير سيستم الفريق من إلى، حط النظام بشكل ما تصور، يعني لدرجة من النظام اللي حطه ملابس التدريب أربع أطقم من البرازيل جايبها للتدريب، بلوزة وشورت ودلاق، وكل يوم نلبس طقم، وبعد اليوم الثاني نغسل وباش نلبس. فكان في ذاك الوقت 96 هذا شيء يعني كبير بصراحة، ملابس المباريات أربع أطقم من البرازيل، اثنين نص جم واثنين شم طويل، طقم كامل. فكان المدرب مجتهد لأقصى درجة، يحط لنا دائما بروجيكتر ويعرض لنا النتائج واللقطات. في ذاك الوقت الوحيد اللي كان يسوي الشيء هذا مدرب نادي كاظمة ميلان ما شاء الله، بعده مدربنا البرازيلي. لعبنا كأس ولي العهد في أول بطولة لنا مع المدرب البرازيلي، فزنا على الساحل في أول دور، والدور الثاني نادي الشباب، وقبل النهائي فزنا على كاظمة في ذهاب والإياب. معنات تفوز على كاظمة في سنة 96 وكاظمة يشكل منتخب الكويت، هذا شيء يعني ما حد يتوقعه. فلقبنا في ذاك الوقت سنة 96 بالحصان الأسود للبطولة. فزنا على كاظمة في الذهاب 2-0، وفي الإياب تعادلنا معاهم 0-0. فكان صدمة وجرس انذار لجميع الفرق ان خيطان فريق جاي يعني غير طبيعي. كملنا للنهائي كأس ولي العهد مع نادي العربي، لعبنا النهائي، ويعني تدري قلة خبرة نادي خيطان في النهائيات تفرق عن نادي العربي. نادي العربي متعود على النهائيات ويعرف شلون يلعب النهائيات، احنا جايين حماس زايد جايين نبي نفوز. تفاجأنا بالشوط الاول تسجيل النادي العربي هدف على نادي خيطان، كانت نتيجه 1-0، فتضايقنا يعني. الشوط الثاني تداركنا الوضع، تعادلنا 1-1،
لان احنا جايين نبي نفوز، ضغط وفرص على النادي العربي. بعد الهدف التعادل مستمرين بالضغط، من كرة عكسية استقالها العربي وسجل هدف ثاني، وردينا زدنا الضغط، استقالها العربي وسجل هدف ثالث، فانتهت المباراة في فوزنا العربي 3-1 بسبب قلة خبرة النهائيات لنادي خيطان. طبعا كذلك نادي العربي نادي كبير ولاعبين يعني يعرفون يلعبون شلون النهائيات. أتذكر موقف يعني في النهائي بعد المباراة، أنا يعني كنت وايد مضايق حيل يعني معصب، فقالوا لي يلا عشان نستلم الميداليات، قلت يبا أنا ماني صاعد. قال لا حبيبي مو على كيفك أنت، طبعا حضور سمو ولي العهد ذاك الوقت الشيخ سعد الله يرحمه وغمد روح الجنة، قال لا أنت إجباري لازم تصعد. فصعدت وأنا كنت متضايق، عندي صورة وأنا أستلم ميدالية وأنا يعني حيل معصب.